الأكاديمي في نسخته الأولى. من بعد كانت عملت مجموعة من الإنتاجات، غابت لفترة على الساحة الفنية ثم رجعت بجديدة، واللي باش نحكيو عليها معاها زيدة باش نحكيو على زيارتها المرتقبة إلى تونس وأحيائها لحفلة أو حفلتين تنزيد ونثبتوا معاها. فرحانين برشا باش تكون معنا مباشرة في ألوستر. ألو ألوستر، أهلا وسهلا ميرا. أهلا وسهلا فيك يا عفاف. مرحبا 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 بيك في تونس وبهالشعب اللي أنا أحبه كثير 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 برشا برشا. وهذاك أكيد مش يكون سؤالي، شنو اللي خليك يعني مش أول مرة باش تكون في تونس، شنو اللي حبيته ميرا في تونس يخليها باقي ترجع إلى تونس؟ ليك أول شيء أنت شعب كثير بيشبهنا من كل النواحي، وبحس حالي أنا بس إجا على تونس بحس حالي بلبنان، يعني ما بحس في شيء تغير علي صراحة. وهيد غير أنه أنا محطة لشعب التونسي من أيام ما كنت بالسراك، تعلقت فيكم على كثر المحبة اللي تعلقتها بأصحابي يعني التونسي اللي كانوا معي، اللي كانوا معك سمية وأحمد وبهاء. فا يعني هذه المحبة هي كبيرة بالقلب، ويعني إن شاء الله يا رب هيك إن شاء الله ديما محبة متبادلة زيدة بينك وبين الجمهور التونسي. ميرا آخر أغانيك هي إيقاع مجنون، كنا نسمع فيها قبل شوية، هبطتها في شهر مي. الأغنية عاملة إلى الآن 2 مليون مشاهدة حتى التوا، راضية على الأرقام هذه ولا؟ طبعا راضي، يعني انا دائما بقول الحمد لله على كل شيء، على كل انجاز صغير وكبير بيصير بالحياه. اليوم انا شخص بهذا الدومين الصعب جدا اللي ما بنعرفه، عم حاول امشي خطوه خطوه براس مرفوع تقدر حقق هدفي. اكيد مطبات كبيره وصعوبات كبيره، بس دائما انا عندي ايمان انه الانسان اللي عنده هدف وعنده موهبه الا ما يجي يوصل يوم من الايام. مهم ياسر الأرقام بالنسبة ليك على اليوتيوب، للأسف ولينا نشوفه أنه أصبحت معيار مقياس للنجاح، حتى ولو كان العمل الفني ما هوش بهذه الأهمية. يعني نعم أنا قلتي حكي كتير دقيق 100% بوافقك عليه. اليوم الأرقام منا هي أساس نهائيا، في كتير أغاني بتبقى أغاني حلوة كتير وما بتاخد حقها، وفي أغاني بتبقى أغاني هابطة جدا وبتلاقيها العالم عم تتفاعل معها. اليوم هيدا الأرقام رقم منه شيء مهم نهائيا، مش قد المعنويات وقد تعب الفنان وقد القيمة الفنية للغنية. اليوم الغنية قد ما بتدعميها قد ما بيكون انتاجها كبير، قد ما بتوصل اذا كانت طبعا حلوة كلامها حلو لحنها حلو. غير هيك وانا ما بآمن كتير بمواضيع الارقام، عشان هيك لما سألتيني قلت لك الحمد لله وانا فرحانة وبقدر هيدا الشيء، بس مش هو هيدا الشيء الاساسي، مش هو الاهم يعني بالنسبة ليك. اعطيني فكرة شنو كانت ردود الافعال بعد صدور الاغنية متاع الفنانين النقاد، شو قالوا لك على العمل هيدا؟ ليك العمل كتير ناس حبته. اوكي طبعا يعني في مش رح نرضي كل الاذواق نحن، يعني انا اليوم شخص ما جاي ارضي كل العالم طبعا. في اكيد ناس حتحب كثير وفي ناس ما رح تحب، وهذا شيء كثير طبيعي. بس انا شخصيا هالغنيه تم اختيارها لانه حسيتها غنيه جديده. اليوم العالم اللي بتسمع وبتحب الموسيقى حتعرف تميز انه هاي الغنيه جديده من ناحيه الكلام ومن ناحيه اللحن. طبعا الشغلين معي اسامي كبيره، ان كان من الشاعر محمود صلاح للملحن الكبير محمد رحيم اللي عامل هالتريت، للاخراج فادي حداد وللشركه المنتجه، طبعا التوزيع لعمر اسماعيل. فاليوم هيدا يعني تيم مهم برشا اللي معك. طبعا الحمد لله يعني كان تيم مرافقنا تيم كثير مهم، والغنية مهضومة فيها فرح فيها أمل فيها بوزيتيفيتي، كلامه وموضوع جديد منه مبتذل، يعني نفس المواضيع عم تنعاد بس بأشكال وبطرق أخرى، هذا موضوع جديد يعني كتير مشان هيك أنا حبيته. ميرا العودة خليني نقول بعد اعتزال وإلا بعد ما نعرفش، ربما تفرغت لأشياء أخرى لأنه غبت تقريبا عامين وإلا ثلاثة. أنا غبت أكثر من هول الرقم اللي عم تقوليهم، بس ما حقول قد غبت. ليه هذيك أنا
اي هذيك دليل وانه وقعت معناها مع الجمهور يعني. قعدوا متذكرينك الناس. ماشي كثير. هي صراحة أنا غبت بوقت كنت قرار شخصي مش عن لأنه أنا فشلت، بالعكس أنا يعني أخذت قرار إذا بدك الابتعاد مش الاعتزال. أيوة. بوقت كنت عاملة غنية كثير ضاربة اسمها حبك دلع بال2010. أيوة. بعدين قررت أغيب لأسباب شخصية ما كانت بمحلها للأسف، وبعدين فكرت وحسيت أنه أنا لازم أرجع هذا الشيء لأنه أنا بحبه وهذا شغفي بالحياة، والإنسان بيجي مرة على هالدنيا حلو يعني يحقق أحلامه. فبس هيك. الرجعة كانت سهلة صعيبة؟ شنو اللي لقيته تبدل، شنو اللي لقيته تغير؟ لأنه هك تشوف معناها كل شيء يتبدل بين العام والعام، تلقى حاجات أخرى تدخل في الحسابات متاع أي ميدان نخدمه فيه. صح، اليوم ما في دومين بالعالم سهل أبدا، بس أنا دايما بقول أنه الإنسان عليه يسعى، عليه يجرب، يركض لأحلامه، يحاول قد ما فيه حققه، ثم هو عم يعمل الصح بيتكل على الله. عرفتي اليوم أكيد في قصص تغيرت، نحن من أيام ستار أكاديمي كان في بس يوتيوب، هلأ اليوم عم تحكي أنت بسوشيال ميديا طويلة عريضة، بتيك توك، بجيل جديد عم يعني الناس اليوم حيلا شخص معه موبايل من عمر 5 سنين لتسعين سنة فيه يطلع ينشهر ويصير عنده متابعين. بس اليوم الكونتنت للإنسان بقدمه والمسج اللي عم بيوصله للناس هو المهم. طبعا صار في اختلاف، بس هذا الشيء ما بيمنع انه الحياه بدها تكمل وانه الانسان اللي عنده موهبه الا ما يثبتها. ربما توا اسهل من قبل. ليك هي سيف ذو حدين، فيها سهوله وفيها صعوبه لانه صار في كومبيتيشن كثير كبيره. يعني اليوم انت ما بقى عم تعملي كومبيتيشن مع فنانين، عم تعملي كومبيتيشن مع جارك بالبنايه اذا عنده تيك توك، ومع عرفتي مع ناس يعني ما لها علاقه بالفن. بس هذا الشيء برجع بقول لك هالحياه والتطور حلو بالحياه، اليوم الانسان عليه هو انه يسعى ويقدم الصح، واكيد العالم بس تشوف الصح تحبه، ما حدا بيختلف على كثير حلو. علاش اللي خرجوا تقريبا من ستار اكاديمي في نسخته الاولى خاصه عاشوا سنوات بعد البرنامج بعاد، ومن بعد يعني عاشوا شويه خدموا شويه، وبعدكش عملوا كسنوات الانقطاع وابتعدوا ومن بعد رجعوا. اقعد معايا ميرا باش تجاوبني على السؤال هذايا، باش نخرج فاصل قصير ونرجع، خليك معنا على الخط. حوارات نقاشات فن تايم، مكملين معاكم مع الفنانة ميرا ميخائيل، نجمة من نجمة ستار أكاديمي في البدايات اللي سجلت عودتها ورجوعها بأعمال جديدة. ميرا هاكا خليت لك الوقت باش تجاوبني. يعني من ستار أكاديمي برشا ناس خرجت خدموا شوية ومن بعد ابتعدوا ومن بعد رجعوا، شنو اللي صار؟ علاش؟ ليكي يا عصاف، اليوم رح كون صريحة معك وبكل أمانة رح قلك. أول شيء نحنا كنا صغار بالعمر، حيالله شخص عمره 18 سنة، تخيل أنت تحطيه بهالحياة الواسعة وبتخليه، وخاصة بالشهرة، شهرة ونجومية. يعني حدا طلع من بيت أهله وفجأة صارت الناس كلها بتعرفه وين ما كان. فأول شيء كان في ضياع، ما كان في اكسبيرينس لكلنا يعني من نظر. هلا انا اذا بدي احكي عنه شخصيا ما في، ما بحق لي احكي عن زملائي لانه اكيد كل انسان فيهم عدى بخبره وباكسبيرينس معينه يعني. بس انا شخصيا اجاني كثير عروضات، في ناس كثير يعني اذا بدك كانت صادقه معي وناس ما كانت صادقه معي بالشغل. بس انا اليوم الغلط اللي صار كان غلط شخصي، يعني انا اجتني كثير عروض كبيره مع ناس منتجين كثير كبار مع متعهدين كثير مهمين، بس انا الغلط ابتعادي كان قرار شخصي مني انا شخصيا، انه انا وقفت هذا الشيء، ضحيت بحلم حياتي كرمال موضوع معين ما كان بيستاهل هذه التضحيه. منشان هيك انا رجعت من بعد كل هالفتره، مش لاني فشلت بهذيك المرحله، لانه انا كان اختيار. فهلا راجعه الحياه بعدها مكمله، بعدنا بعيد شبابنا، ان شاء الله يا رب الايام الحلوه قدامنا يا رب، وعلينا انه نقدم شيء حلو للناس، وان شاء الله يا رب دائما الناس تحب شو عم نعمل. تابعت المواسم المواليه للموسم اللي شاركت فيه ولا صراحة لا أبداً. كلكم هكا، حتى سمية جويني كانت بحذية سألتها نفس السؤال، قالت لي لا ما عاودش تفرج مع سمية بتجنن إياها. علاش ما تابعتش؟
ليك أول شيء ما كان في وقت، بعدين ظروف لبنان بهذيك الفترة أنا كتير منيح كنت بتذكر يعني كانت الظروف الأمنية بالبلد منا أبدا مناسبة خاصة بالتراكدور، يعني بتذكر أنا على كل تايم كان يصير في انفجار بلبنان ما كان حدا مركز يعني، وأنا شخصيا بتعرف كنا بعد ما عايشين بخضة ما كنا مستوعبين شو عم بيصير، يعني برجع بقلك أنا كنت طفلة يعني أوكي صبية بس طفلة، يعني طلعت من بيت أهلي انشهرنا ما كنت عم بستوعب شو عم بيصير حوالي، ما كان بالي تابع برامج أو إذا بدك ركز بشو عم بيصير. وبعدين يعني بكل تواضع إيماني وبيقول أنه نحن أول برنامج دايما السكسي كان مختلف عن كل البرامج اللي سبقتنا، لأنه كنا كتير طبيعيين كنا بريئين في محلات كتير ما كنا ننتبه للكاميرايات قدامنا. ولكن كانوا الجمهور خاصة في النسخة متاعكم انتوما اللي هي كانت الأولى تقريبا ويتبعوا في أدق التفاصيل ما يخليوش حتى حاجة إلى جانب الغناء إلى جانب البرايمات، كان فما حاجات أخرين اللي كانت تلقى جماهيرية كبيرة وشعبية كبيرة كما قصص الحب اللي ممكن يعيشها أي فنان، وانت كانت عندك قصة حب جمعاتك مع الفنان محمد عطية وقتها وخليت الجمهور يتابع كل التفاصيل. بقينا 3.5 سنين بعد البرنامج والعلاقة لم تكن كيفاش باش نقولوا ناجحة، ولكن لسبب اختلاف الديانات بيننا لم نستطع أن نكمل علاقتنا، وأنا ما عنديش مشكلة مع الدين كي نحب شخص. هذا كلام محمد عطية في تصريح ليه على ام تي في في برنامج ام تي في بودكاست من أيام. سمعته؟ وكان عندي رد عليه. ما بعرف إذا حدا سمعت الرد. لا ما سمعناش الرد، قول لنا الرد مباشرة. اوكي يعني اول شيء هذا عن جد الموضوع ما بخبرك قد ايه عامل ضجه بهاليومين. اول شيء رح ارجع عيده معك ويمكن اخر مره برجع بحكي فيه. انا ومحمد كثير اصدقاء. هلا طبعا الحكي اللي حكي محمد منه يعني كان صحيح بوقتها، فانا اضطريت اطلع جاوب لانه كثير وصلتني رسائل من العالم عم تسالني عن هذا الموضوع، فحبيت كنت توضح أنا بالمختصر المفيد أنه لا، سبب الانفصال بوقتها ما كان انفصال بسبب الدين، لأنه لو كان الدين هو السبب هالعلاقة أصلا من الأساس ما تقعدوش 3 سنوات معناه طبعا. بس هلأ صارت يعني أنا قلت بالفيديو أنا ما بلومه لمحمد، وهذا الحديث صار له سنين من حقه ينسى، من حقه ينسى تفاصيل مثل ما أنا كمان احتمال كتير كبير يكون ناسى تفاصيل، بس حبيت وضح هذا السبب كرمال يكون واضح للرأي العام. نجم نسألك ميلا شنو السبب إذا كان ما هوش هذا كما هو أعطاه سبب؟ لا ما رح احكي بالاسباب، معلش بدي تسمحي لي، لانه انا الموضوع قديم كثير وخلص يعني انه عن جد ما إلى معنى احكي بالمواضيع، وكنا صغار عرفتي انه عم تحكي انت بعلاقه يمكن هيدا كان اول حب بحياتي، يعني عم تحكي بكثير قديم مش يعني هو احنا ما كناش باش نطرقوا لها لولا تصريح محمد عطية. انت اليوم ميرا متزوجة وام، مثل هالتصريحات هذه قديش تأثر عليك؟ ليك ما بتأثر علي، لانه انا بدي ارجع اقول شغله، انا بالاخير نحن ناس عرفتنا وهالقصة عايشة معهم وبحق لهم يسألوا عنا، وأنا كل أنتوراج تبعي بيعرف هالقصة، يعني أنا مش اليوم عم بدي فاجئ العالم بشي خبرية جديدة. صحيح. ما هالشي كله بيعرفه، الناس كلها بتعرفه، فمنه يعني عقل صغير من حياة لحدا من حوالي إذا بده يقلل. بعدين كنا أولاد والحياة بتستمر وياما ناس بتقطع بعلاقات طبعا مثل ما أنا كنت علاقات اكزاكتلي، يعني الناس خلص يعني خلص الحياة بتكمل وبتستمر. زوجك متفاهم للنجومية ولي ما تتطلبه النجومية من حاجات ربما حساسة خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي، ردود الأفعال، البوز اللي يتعمل، متفاهم لهذا العالم؟ لكن الحمد لله ايه، وبلس انه اليوم برجع بقول لك يعني لازم يكون في ثقه متبادله. واليوم كل ما انت ماشي باحترام وما عم تعمل شيء غلط بالحياه ما في شيء عيب، يعني حقك تنجحي وتطيري وتحلمي وتعمل بدك اياه. اليوم
ما بحق لأي إنسان بالحياة أنه يوقف بطريق إنسان، حتى لو كان زوج أو كان أهل أو كان وين ما كان. يعني أنا دايما بقول هذا المساج، حيلا طفل بالحياة، حيلا شخص، حيلا مرأة، حيلا إنسان عنده حلم لازم يفعله، لأنه الحياة بتجيها مرة واحدة. حلو تعيشيها بحرية وبتفهم، والأشخاص اللي حواليك إذا بحبوك لازم أنه يكونوا أكيد متفاهمين لهذا الموضوع إذا عن جد بحبوك ويدفعوك أكثر للنجاح. صح، أنه اللي لازم يصير. خلنا نرجع شوية للمجال، للخدمة، نرجع للتمثيل. شاركت في زوز أعمال لحظات أنوثة عام 2008، شاركت في فيلم أوقات فراغ عام 2006. النجم زادة كما رجعت للغناء راوك ترجع لمجال التمثيل، أو أنها كانت تجربة وتجوزتها؟ خليني بس صحح معلومة، أنا ما شاركت بمسلسل كان غير لحظات أنوثة بس كتمثيل. أوقات فراغ ليه؟ لا أوقات فراغ خلينا في لحظات أنوثة. لحظات أنوثة كانت تجربة عرضت علي، قريت النص أنا عجبني، للأسف الإخراج ما كان بوقتها إخراج منيح، فالفيلم أنا بعتبره ما كان ناجح بصراحة، بس أنا بالأخير كانت تجربة حلوة لإلي، تعلمت منها كتير. طبعا موضوع التمثيل مفتوح كمان، أنا درست مسرح بالجامعة اللبنانية وبحب التمثيل، وما بحبه كتير بعيد عن دومين دماغنا، بس أكيد اليوم الاختيارات في حال نعرض علي شيء بده يكون اختيار دقيق، بدي أعرف أنا شو الدور اللي بدي أخده وبدي أقدمه، يكون إضافة لإلي كرمال تقدر أقبل فيه إن شاء الله. ميرا، حضورك في تونس يعني عادة في حفلات خاصة، فما فكرة أو برنامج وأنك تكون حاضرة في المهرجانات في تونس؟ إن شاء الله إن شاء الله يا رب، يعني يا رب، يعني هذا حلم لإلي. طبعا تونس يعني شعبكم شعب سميع وعنده ذوق، ويعني ولا مرة رحت على تونس وبقعد مع حدا غير ما بيطلع صوته حلو، ما شاء الله عليكم، يعني كلكم فنانين وموهوبين. فأنا بمجرد ما فوت على قلوبكم وفوت على بيتكم، يعني هيدا شيء بالنسبة لإلي حلم وشرف كتير كبير بالفخر فيه. إن شاء الله يا رب الأيام اللي جاية تحمل معه كل الخير، وأكيد بشرفنا هيدا الشيء. تحلم بكرتاج ميرا كما كل فنان عربي حلم طبعاً. بالنسبة لميرا أكيد أكيد حلم، أكيد حلم، يا رب الله يسهلها وأقدر حققه طبعا إن شاء الله. شنو لازمك للصعود على ركح مسرح قرطاج؟ شنو الاستعدادات؟ ربما تقول لي يزمني نحضر عرض معين، يزمني نحضر مجموعة من الأغاني، كيفاش ترى روحك على الركح؟ لكن طبعا هلا أنا عفاف بما أنه ما صار لزمان راجع أسرح الفنية، اليوم في شكل إضافي بدي أعمله، اليوم في تعب مفروض زيادة، اليوم في برجع بقول لك شركات المنتجة صارت كثير قليلة. اليوم الإنسان إذا بده يشتغل بكرامه وقرر يشتغل بكرامه بهالدومين، طريقه حتكون أطول بكثير وأصعب. فأنا اليوم عم بمشي خطوة. إن شاء الله يا رب أنه بالأعمال اللي جاية أقدر وصلها أكثر للعالم. وبرجع بقول لك يعني هذا حلم بالنسبة لإلي، شيء مستحيل وإن شاء الله بيتحقق إن شاء الله. ميرا ميخائيل، من المفروض كنت اليوم توصل للتونس، كان عندك حفل نهار 18 في الحمامات، ولكن العرض تلغى وإلا تأجل، لو كان تفسر لنا. لا لغى لهيك أسباب فضل ما أحكي فيها بالوقت الحالي. إن شاء الله يعني بعدنا على تفاوض، بإذن الله تتحلحل الأمور وبشوفكم قريبا فوق. لكن عندك حفل ثاني باش يكون في أحد النزل في قربة. إن شاء الله يعني بعدنا عم نتفاوض بالموضوع، إن شاء الله يا رب كل الأمور تتسهل، وأكيد ساعتها يعني بشوفكم فوق إن شاء الله. حبينا نشوفك بحضينا لهنا في الأستوديو، دونك إن شاء الله أول ما تكون في تونس تجي بحضينا وتنورنا في ديوانا فام. ميرا ميخائيل شكرا على هذا الحوار. خليلك كلمة الختام للجمهور في تونس اللي قاعد يسمع فينا الآن. بدي أتشكرك كثير وأتشكر عفويتك وهضامتك، أنا شفتك بالفيديو كثير مهضومة. شكرا ميرا. أتشكر ديوان أف أم وكل العالم اللي عم تسمعنا، وقال لهم أنا بحبكم كثير، وإن شاء الله يا رب نلتقى قريبا بالخير. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح لميرا ميخائيل. نتذكروا مع بعضنا العمل متاحة حبك دلع، وراجعين خليكم معنا، هذه فان تايم حتى الخاصة على شيء. حوارات نقاش.